الفصل الأول: التصميم المحاسبي الخاص للمصارف. عندما صدر المرسوم 4665 تاريخ 26/12/1981 المتعلق بوضع تصميم محاسبي عام، نص في مادته 22 على الآتي: يمكن تكييف التصميم المحاسبي العام كي يراعي خصائص مختلف القطاعات والنشاطات، وكذلك المؤسسات العامة، عن طريق إعداد تصاميم محاسبية مهنية وخاصة تصدق بموجب قرارات تصدر عن وزير المالية. إحنا أول تصميم محاسبي صدر هو التصميم المحاسبي العام الأكونتابل جنرال، اللي هو للمؤسسات، المؤسسات اللي هي يفترض تكون مؤسسات تجارية أو مؤسسات صناعية. هذا التصميم بالمرسوم اللي هو مرسوم وضع التصميم في المادة 22 حكي عن إنه هذا التصميم اللي هلأ صدر اللي هو العام، فينا نعمل له تكييف بإصدار تصاميم مهنية، تصاميم محاسبية مهنية، وتصاميم محاسبية خاصة. تصاميم محاسبية مهنية يعني مثلا إذا أنا بدي أعمل تصميم للفنادق والمطاعم، ما بدي أعمل له تصميم خاص، بدي أعمل له تصميم مهني، بمعنى إنه بدي آخد التصميم المحاسبي العام وأعمل له تعديلات حتى تلائم النشاط الفندقي ونشاط المطاعم. أما الخاص لا، بدي أعمل إصدار تصميم محاسبي خاص بغير حسابات. يعني إذا أنا بدي أعمل تصميم محاسبي للبنوك، ما فيي آخذ التصميم المحاسبي العام وأعمل له شوية تكييف حتى يلائم البنوك. بدي أصدر تصميم محاسبي خاص لا هذا النشاط، لأنه هذا النشاط ما فيه استعمل الحسابات اللي تستعمل في النشاط التجاري والنشاط الصناعي، بينما بنشاط مثل الفندقة، الفنادق والمطاعم، فيه استعمل ذاك الحساب مع التعديل حتى يلائم هذا النشاط. إذا التصميم المحاسبي المهني هو تصميم محاسبي عام مكيف حتى يلائم بعض الأنشطة التي لها طبيعة خاصة. التصميم المحاسبي الخاص هو التصميم اللي يتم إصداره بلائحة حسابات مختلفة جدا عن لائحة حسابات التصميم المحاسبي العام، لأن هذا النشاط هو نشاط مختلف عن النشاط التجاري والنشاط الصناعي، مثل نشاط المصارف، مثل نشاط شركات التأمين وغيرها. ولم يطل الوقت حتى أصدر وزير المالية في 9 نيسان 1984 القرار 10-1/ج المتعلق بالتصميم المحاسبي للمصارف والمؤسسات المالية. من 84 صدر هذا التصميم اللي نحن جايين نحكي عنه هلأ، اللي هو التصميم المحاسبي للمصارف والمؤسسات المالية. وقد ألحق بهذا القرار 4 ملاحق، هي: الملحق 1، الإطار المحاسبي للتصميم. الملحق 2، لائحة الحسابات، لائحة حسابات التصميم المحاسبي للمصارف والمؤسسات المالية. ملحق 3، البيانات المالية، يعني الميزانية وحساب النتيجة وقائمة التدفقات وغيرها. ملحق 4، أصول تقييم العمليات بالعملات الأجنبية. هذول الملاحق اللي صدروا مع صدور القرار التطبيقي رقم 10-1/ج المتعلق بالتصميم المحاسبي للمصارف والمؤسسات المالية. وقد نص القرار المذكور اللي هو 10-1 على أن المصارف والمؤسسات المالية تخضع لأحكام التصميم المحاسبي العام اللي هلا كنا عم نحكي عنه، الصادر من مرسوم 4665 تاريخ 26/12/1981، في كل ما لا يتعارض مع التصميم المحاسبي الخاص لها. وبذلك
فقد أعفى هذا القرار نفسه من إعادة ذكر القواعد المنصوص عليها في التصميم المحاسبي العام، ولكنه أعفى نفسه أيضا من ذكر قواعد تشغيل لائحة الحسابات التي تختلف بلا شك عن قواعد تشغيل لائحة حسابات التصميم المحاسبي العام لاختلاف الحسابات نفسها. عم بيقول هون إنه التصميم بتاع المصارف لما صدر بهذا الاختصار إنه هو عبارة عن قرار تطبيقي معه 4 ملاحق: الإطار ولائحة حسابات البيانات المالية وأصول تقييم العمليات بالعملات الأجنبية. لما صدر بهالقد مقتضب وهالقد صغير، أحال إلى التصميم المحاسبي العام في كل ما لا يتعارض مع أحكامه. يعني قال له أنتوا عم تنتظروا إنه أنا أصدر تصميم محاسبي للمصارف، أوكي أصدرناه، طب وين قواعد تقويم التدفقات؟ وين قواعد تقويم الأرصدة؟ وين قواعد تشغيل لائحة الحسابات؟ مش ما في بها التصميم بتاع المصارف هالأمور هاي. قال أنا عم بعمل إحالة للتصميم المحاسبي العام، فكل شيء ما بتلاقوه بهذا التصميم ارجعوا للتصميم المحاسبي العام إذا كان لا يتعارض معه. بس هذا مش كافي، لأنه النشاط المصرفي في عمليات بحاجة ليكون في قواعد لهذه العمليات اللي هي محلائية بالتصميم المحاسبي العام. ومن جهة ثانية لائحة الحسابات محتوية على حسابات كتير مختلفة عن لائحة حسابات التصميم المحاسبي العام، فلازم التصميم هذا بتاع المصارف يذكر قواعد تشغيل حسابات هذه اللائحة لخلو التصميم المحاسبي للمصارف عن قواعد تشغيل اللائحة. صدر وقتها شيء اسمه الدليل التطبيقي، أصدره الدكتور جوزيف طرباي. الدليل التطبيقي للتصميم المحاسبي للمصارف هو حكي عن قواعد تشغيل اللائحة. وقتها اعتبر هذا الدليل التطبيقي وكأنه هو النص الرسمي الذي يفسر التصميم المحاسبي للمصارف. هو ما هو نص رسمي، بس هو الدكتور جوزيف طرباي كان في ذلك الوقت رئيس ضريبة الدخل في وزارة المالية، وكان أحد أقطاب اللجنة التي وضعت هذا التصميم. فلذلك نظر إلى الدليل التطبيقي اللي عمله على أساس أنه بمثابة نص رسمي، بس هو ليس نص رسمي. ولم يمهل قرار وزير المالية المصارف في تطبيق هذا التصميم، فنص على أنه يبدأ العمل به ابتداء من 1/1/1985، أي من مطلع السنة التي تلي سنة صدوره. هو القرار صدر ب9 نيسان 84، قال لهم هذا التصميم بده يبلش العمل فيه ب1/1/85. ثانيا، القواعد التي يقوم عليها الإطار المحاسبي للتصميم الخاص للمصارف. انتهج التصميم المحاسبي الخاص للمصارف في تقسيمه للحسابات منهجا مماثلا لذلك المعتمد في التصميم المحاسبي العام، فقسم الحسابات إلى 9 فئات معتمدا التبويب العشري الذي يتألف مما يلي. قال أول شيء بنبلش بالفئة. أول شيء الحسابات بتكون مقسمة إلى فئات، يعني رقم الفئة بيكون مكون من رقم واحد. بعد الحسابات، بعد الفئات، كل فئة بتكون مكونة من حسابات رئيسية، يعني الحساب اللي رقمه مكون من رقمين. بعد الحسابات الرئيسية، كل حساب رئيسي بيكون مكون من عدة حسابات فرعية. الفرعية هي حسابات مكونة من 3 أرقام. بعد الحسابات الفرعية، كل حساب فرعي بيكون مكون من عدة حسابات مساعدة. الحساب المساعد هو الحساب المكون من 4 أرقام، وفي يكون الحساب المساعد مكون من عدة حسابات جزئية. الحساب الجزئي هو المكون من 5 أرقام. إلا أنه بالنظر في لائحة الحسابات نجد أنها لا تحتوي على حسابات تزيد في مستوى التفصيل عن الحسابات المساعدة ذات ال4 أرقام. إذا جينا طلعنا بلائحة حسابات التصميم المحاسبي للمصارف، ما بنلاقي حسابات جزئية. آخر مستوى تفصيل انتهت إليه لائحة الحسابات هو الحسابات المساعدة، بل الحسابات المساعدة ذات نفسها مش كتير يعني. وقد خصص التصميم الفئات الخمس الأولى لحسابات الميزانية،
والفئتين السادسة والسابعة لحسابات النتيجة الآباء والإيرادات، والفئة الثامنة لحسابات التعهدات خارج الميزانية والحسابات الخاصة، والفئة التاسعة لحسابات المحاسبة التحليلية، وذلك بالتسلسل المذكور في الفقرة التالية. هذا التقسيم اللي هو إنه الأولى والثاني والثالث والرابعة والخامس لحسابات الميزانية، السادس والسابع لحسابات النتيجة الأعباء والإيرادات، الثامنة للحسابات الخاصة وخارج الميزانية، التاسعة للمحاسبة التحليلية، هذا تقسيم مماثل لتقسيم التصميم المحاسبي العام. هلا لنشوف هل محتوى هذه الفئات كمان مماثل؟ هلا هو يتوقع انه ما يكون مماثل بكثير من هذه الفئات، خلينا نشوف. الهيكل العام للائحة حسابات التصميم المحاسبي للمصارف. تحتوي لائحة الحسابات كما أسلفنا على 9 فئات، هي الفئة الأولى بلائحة حسابات التصميم المحاسبي العام. الفئة الأولى هي حسابات الرسامير الدائمة، وهون بالمصارف الفئة الأولى هي حسابات الرسامير الدائمة بلائحة حسابات التصميم المحاسبي العام. الفئة الثانية هي حسابات الأصول الثابتة، وهون بلائحة حسابات التصميم المحاسبي للمصارف الفئة الثانية هي حسابات الأصول الثابتة. بالتصميم المحاسبي العام الفئة الثالثة للمخزون، بس لا ينتظر أنه بالمصارف يكون فئة للمخزون. المصارف ما عندها مخزون، لا عندها بضاعة ولا عندها مواد أولية ولا عندها منتجات، وبالتالي يعني مش طبيعي يكون عندها فئة اسمها فئة المخزون، بس عندها فئة ثالثة. شو اسم الفئة الثالثة؟ الحسابات المالية والحسابات المختلفة، اللي هي فيها بعض حسابات الذمم. الذمم هن يعني اللي هن الناس اللي ترتبط المؤسسة، يرتبط البنك بهم بعلاقة مديونية أو دائنية، مدينين أو دائنين للبنك، مديونية أو دائنية قصيرة الأجل. الفئة الرابعة بالتصميم المحاسبي العام هي فئة الذمم، يعني كل الناس اللي هم على علاقة مديونية أو دائنية بالمؤسسة، الموردون، الزبائن، المستخدمون، الضمان الاجتماعي، الدولة، الشركاء، كل هول ذمم. بلائحة حسابات المصارف الفئة الرابعة مش للذمم، بل لنوع وحيد من أنواع الذمم اللي هي الزبائن، حسابات العمليات مع الزبائن. الفئة الرابعة لحسابات العمليات مع الزبائن وحدهم، مش كل شيء في ذمم. الفئة الخامسة في لائحة حسابات التصميم المحاسبي العام هي للحسابات المالية، سندات التوظيف، البنك، الصندوق. أما الفئة الخامسة في لائحة حسابات التصميم المحاسبي للمصارف تشبه شوي هونيك، اسمها حسابات السيولة والعمليات مع المصارف، يعني فيها الصندوق وفيها مصرف لبنان وفيها غيره، يعني مش بعيدة عن الفئة الخامسة اللي بالتصميم المحاسبي العام. الفئة السادسة في لائحة حسابات التصميم المحاسبي العام هي للأعباء، وهون كمان للأعباء. الفئة السابعة في لائحة حسابات التصميم المحاسبي العام هي للإيرادات، وهون كمان للإيرادات. الفئة الثامنة في لائحة حسابات التصميم المحاسبي العام هي للحسابات الخاصة وخارج الميزانية، وهون كمان للحسابات الخاصة وخارج الميزانية. الفئة التاسعة في لائحة حسابات التصميم المحاسبي العام للمحاسبة التحليلية، وهون للمحاسبة التحليلية. هون الهيكل العام للائحة حسابات التصميم المحاسبي المهني للمصارف، هذه المصارف منه مهني، هذا لازم يكون الخاص. لائحة حسابات التصميم المحاسبي الخاص للمصارف مش المهني، لأن التصميم بتاع المصارف تصميم خاص مش تصميم مهني. وبمقارنة هذه الفئات مع فئات التصميم المحاسبي العام، نجد تطابقا في التسلسل والتسميات في أغلب الفئات باستثناء الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.
ففي التصميم المحاسبي العام نجد الفئات التالية على التوالي: الثالثة مخزون، الرابعة ذمم، الخامسة مالية. أما هون قلنا هون بشو اختلفوا. يقول: ولا غرابة البت في الاستغناء عن فئة مستقلة للمخزون لعدم حاجة المصارف في مثل هذه الفئة طبعا، إلا أن تصميمنا هذا أدرج في الفئة الثالثة تحت تسمية الحسابات المالية المختلفة جميع عناصر الذمم باستثناء الزبائن، وأدرج فيها حسابات سندات التوظيف. الفئة الثالثة اللي سماها الحسابات المالية والحسابات المختلفة، كما قلنا أدرج فيها العناصر الذمم إلا الزبائن، الذمم اللي هن اللي بيننا وبينهم علاقة مديونية ودائنية، وأدرج فيها بالإضافة إلى الذمم سندات التوظيف اللي هي موجودة بلا حسابات التصميم المحاسب العام بالفئة الخامسة. موجودة بالفئة الثالثة. أما الفئة الرابعة خصصها للزبائن واللي هي التصميم المحاسب العام للذمم على اختلاف أشكالها. الخامسة خصصها لحسابات السيولة والعلامات المالية، وتشبه إلى حد ما الفئة الخامسة في التصميم المحاسب العام. طيب خلينا نشوف الفئات من شو مكونة. هلا بما أنه الفئة الأولى كونها فئة أولى، كل حساب في هذه الفئة لازم يكون مبلش بالرقم واحد. الحسابات الرئيسية يعني الحسابات المكونة من رقمين تبدأ من الواحد صفر تنتهي بواحد تسعة. واحد صفر في التصميم المحاسب العام هو رأس المال، وهون واحد صفر هو رأس المال. واحد واحد بالتصميم المحاسب العام الاحتياطيات، وهون واحد واحد الاحتياطيات. واحد اثنين بالتصميم المحاسب العام نتائج سابقة مدورة مدينة أو دائنة، وهون كمان نتائج سابقة مدورة مدينة أو دائنة. 13 واحد ثلاثة في لائحة حسابات التصميم المحاسب العام النتيجة الصافية للدورة المالية، وهون واحد ثلاثة النتيجة الصافية للدورة المالية. واحد أربعة بالتصميم المحاسب العام في الحساب اللي سميه ذاك التصميم إعانات للتوظيفات، هون واحد أربعة شاغر. واحد خمسة بالتصميم المحاسب العام مؤونات لمواجهة أخطار وأعباء، وهون كمان واحد خمسة مؤونات لمواجهة أخطار وأعباء. واحد ستة بالتصميم المحاسب العام الديون المالية الطويلة والمتوسطة الأجل، هون واحد ستة واحد من حسابات الديون المالية الطويلة والمتوسطة الأجل اللي هو قروض لقاء سندات دين. واحد سبعة بالتصميم المحاسبي العام شاغر، هون واحد سبعة قروض مشروطة. واحد تمانية بالتصميم المحاسبي العام حساب ارتباط الفروع والمؤسسات وشركات المحاصة، هون واحد تمانية شاغر. واحد تسعة بالتصميم المحاسبي العام حساب تحديد النتائج أو تجميع الأعباء والإيرادات، هون واحد تسعة شاغر. ما في حساب رئيسي يحمل رقم واحد ثمانية، وما في حساب رئيسي يحمل الرقم واحد تسعة. هلا الفئة الثانية في لائحة حسابات التصميم المحاسبي العام هي مثل ما قلنا حسابات الأصول الثابتة، وهون الفئة الثانية هي حسابات الأصول الثابتة. 2-0 ما في بالتصميم المحاسبي العام، ما في حساب رقمه 2-0، بس هون في حساب رقمه 2-0. هون 2-0 الأصول الثابتة المالية ذات الطابع الإلزامي. 2-1 بالتصميم المحاسبي العام، 2-1 هو الأصول الثابتة غير المادية، هون 2-1 الأصول الثابتة المالية للاستثمار. 2-2 بلائحة حسابات التصميم المحاسب العام الأصول الثابتة المادية، هون 2-2 الأصول الثابتة غير المادية. 2-3 بلائحة حسابات التصميم المحاسب العام ما في حساب رقم 2-3، هون 2-3 الأصول الثابتة المادية. بلائحة حسابات التصميم المحاسب العام ما في حساب رقم 2-4، 2-4 أصول ثابتة مؤجرة بموجب عقد إيجار قرض. بالتصميم المحاسب العام
اثنين خمسة هو الأصول الثابتة المالية. هون اثنين خمسة أصول ثابتة مأخوذة استيفاء لدين. اثنين ستة بلائحة حساب التصميم المحاسب العام ما في حساب رقم اثنين ستة. وهون كمان ما في حساب رقم اثنين ستة. اثنين سبعة بلائحة حساب التصميم المحاسب العام ما في حساب رقم اثنين سبعة. هون في اثنين سبعة هو فروق إعادة التخمين أصول. اثنين ثمانية بلائحة حساب التصميم المحاسب العام استهلاك الأصول الثابتة. وهون اثنين ثمانية استهلاك الأصول الثابتة. اثنين تسعة بلائحة حساب التصميم المحاسب العام مؤونة هبوط أسعار الأصول الثابتة. وهون اثنين تسعة مؤونة هبوط قيم الأصول الثابتة. الفئة الثالثة الحسابات المالية. هلا الفئة الثالثة بالتصميم المحاسب العام للمخزون، فبالتالي ما حيكون في تشابه بمحتويات الفئة. لهون هون الفئة الثالثة لغير حسابات، هون الفئة الثالثة لحسابات أخرى غير حسابات المخزون، وبالتالي ما في لزوم أقعد قارن كل حساب بحسابه. ديتي صفر في هذه اللائحة هو للقبولات المصرفية، ديتي واحد لسندات التوظيف، ديتي اثنين موجودات ومطلوبات مختلفة مثل معادن وذهب وفضة وطوابع. ديتي ثلاثة مدينون ودائنون مختلفون، مدينون ودائنون مختلفون مثل المستخدمون مثل الضمان مثل الدولة. ديتي أربعة الشركاء. ديتي خمسة عمليات على السندات. ديتي ستة عمليات بالعملات الأجنبية. ديتي سبعة حسابات الارتباط والحسابات المؤقتة وقيد التسوية. ديتي ثمانية حسابات التسوية. وثلاثة تسعة مؤونات تدني قيم الحسابات المالية المختلفة. هاي الفئة الثالثة. سندات التوظيف تنتمي في التصميم المحاسب العام للفئة الخامسة. المدينون والدائنون والشركاء بينتموا للفئة الرابعة في لائحة حسابات التصميم المحاسب العام. حسابات التسوية والحسابات المؤقتة وقيد التسوية تنتمي للفئة الرابعة في حساب التصميم المحاسب العام. أما باقي الحسابات ملاش وجود، لا مؤونات تدني بالفئة الرابعة في مؤونة تدني للذمم، وبالفئة الخامسة في مؤونة تدني لسندات التوظيف. هون مؤونة التدني فيها تدني لسندات التوظيف وفيها تدني للذمم الأخرى غير سندات التوظيف، بس مش لتدني للزبائن، لأنه تدني الزبائن مش هون. تدني الزبائن بالفئة الرابعة بالنسبة لي. 4-0 بالفئة الرابعة. أول حساب لازم يكون رقمه ببلش بالأربعة. هون بالفئة الأولى كل حساب رئيسي فيها ببلش بالواحد، وأي حساب فيها ببلش بالواحد. هون بالفئة الثانية كل حساب فيها ببلش باثنين. بالفئة الثالثة كل حساب فيها ببلش بالثلاثة. بالفئة الرابعة كل حساب فيها ببلش بالأربعة. 4-0 ما في حساب رقمه 4-0. 4-0 شاغر. 4-1 سندات محسومة، سندات محسومة. 4-2 اعتمادات قصيرة الأجل للزبائن أو تسليفات قصيرة الأجل للزبائن. 4-3 قروض متوسطة وطويلة الأجل للزبائن. 4-4 تسليفات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين. 4-5 تسليفات للقطاع العام. 4-6 ودائع الزبائن، ودائع الزبائن. 4-7 ودائع القطاع العام. 4-8 قيم برسم الدفع. 4-9 ديون مشكوك في تحصيلها أو متنازع عليها والمؤونات العائدة لها. هاي الفئة الرابعة. سندات محسومة شو يعني؟ بالفصل تاع السندات المحسومة بنعرف سندات محسومة شو يعني. اعتمادات للزبائن قصيرة الأجل يعني تسليفات قصيرة الأجل للزبائن. هلا بالفصل اللي جاي حنشوف تسليفات قصيرة الأجل للزبائن. قروض متوسطة وطويلة الأجل للزبائن واضح إنه تسليفات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين. طب إذا أنتم عم تقولوا زبائن، شو جاب مجلس الإدارة وكبار المساهمين؟ هو لما نحن عم نعطيهم تسليف، لما عم يمنحوا تسليف يعني بالنسبة صاروا في حكم الزبائن،
لأنه الزبائن بالنسبة للبنوك يا إما زبائن عندهم إيداعات يا إما زبائن ياخدين تسليف. فلما أعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين ياخدوا تسليف فهدول زبائن من نوع خاص. تسليفات للقطاع العام برضو، لما أنا عم بعطي تسليف للقطاع العام يعني بالنسبة لي صار الجهة اللي بالقطاع العام اللي عم بعطيها تسليف صارت بالنسبة لي زبائن، ودائع الزبائن ودائع القطاع العام. ديون مشكوك في تحصيلها معروف شو يعني. الفئة الخامسة حسابات السيولة والعمليات بين المصارف. أول شيء 50 الصندوق، هنيك بلائحة حسابات التصميم المحاسب العام 50 سنة التوظيف الصندوق 53، هون 50 الصندوق. 51 مؤسسات الإصدار يعني مصرف لبنان. 52 سندات الخزينة اللبنانية. 53 مصارف تجارية. 54 مصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل. 55 المؤسسات المالية المسجلة. 56 المركز الرئيسي والفروع في الخارج. 57 المؤسسة الأم، المصارف والمؤسسات المالية الشقيقة والتابعة في الخارج. 58 شيكات مشترات. 59 حسابات بين المصارف مشكوك في تحصيلها أو متنازع عليها. هاي الفئة الخامسة اللي كل حساب فيها مبلش بالخمسة. معظم هذه الحسابات نحن بعد ما بنعرف شي عنها بالوقت الحاضر، هنشوفها لما نوصل. الفئة السادسة حسابات الأعباء. طبعا الأعباء بتاعت المصارف أكيد لازم تكون غير الأعباء بتاعت المؤسسات التجارية والصناعية، غير أعباء بالمرة. طبعا في أعباء هي ذاتها، بس إنه معظم الأعباء غير، يعني مش هلاقي مشتريات بضاعة، مش هلاقي مشتريات مواد أولية. طيب 6-0 فوائد مدفوعة، هذا أهم حساب أعباء بالبنوك، الفوائد المدفوعة. 6-1 العمولات المدفوعة وأعباء مالية مختلفة، تاني حساب بالترتيب من حسابات الأعباء العمولات المدفوعة. 6-2 أعباء عمليات القطع يعني عمليات الصرف الأجنبي، عمليات الصرف الأجنبي أعباء عمليات القطع. 6-3 أعباء محفظة السندات المالية. لحد هلأ ما في ولا حساب متفق مع الحساب اللي بلائحة حسابات التصميم المحاسب العام. 6-4 أعباء عمليات الإيجار قرض. 6-5 ديون معدومة ومؤونات الاستثمار المصرفي. 6-6 أعباء المستخدمين، أعباء المستخدمين بلائحة حسابات التصميم المحاسب العام. 6-3 6-7 أعباء الاستثمار العامة. 6-8 أعباء خارج الاستثمار، أعباء خارج الاستثمار بلائحة حسابات التصميم المحاسب العام كمان 6-8. 6-9 ضرائب على الأرباح كمان بالتصميم المحاسب العام 6-9 ضرائب على الأرباح. الفئة السابعة كمان الفئة السابعة لا ينتظر تكون بتشبه الفئة السابعة في لائحة حسابات التصميم المحاسب العام. يعني ما حلاقي 7-0 مبيعات البضاعة، ما في مبيعات بضاعة، وما في مبيعات منتجات 7-1، ما في 7-2 إنتاج مخزون، أكيد غير حسابات. يفترض هون تكون الأهم إيراد هو الفوائد، بس الفوائد المكتسبة. 7-0 يفترض يكون الفوائد المكتسبة، اللي هو اسمه الرسمي مقبوضة، بس هو مكتسبة هو التسمية المناسبة، بس هي اسمها مقبوضة بلائحة الحسابات. 7-1 العمولات المكتسبة. 7-2 إيرادات عمليات القطع. يلاحظ هون فوائد مدفوعة، فوائد مكتسبة، عمولات مدفوعة، عمولات مكتسبة، أعباء عمليات القطع، إيرادات عمليات القطع. 7-3 إيرادات محفظة الأوراق المالية. 6-3 أعباء محفظة الأوراق المالية. 7-4 إيرادات عمليات الإيجار قرض، وهون 6-4 أعباء عمليات الإيجار قرض. 7-5 تحصيل من ديون هالكة واسترداد من مؤونات الاستثمار المصرفي، هون
ستة خمسة ديون هالكة أو ديون معدومة. هون التحصيل من الديون المعدومة أو التحصيل من الديون الهالكة، هون ديون معدومة أو مؤونات، هون استرداد الديون المعدومة أو تحصيل الديون المعدومة واسترداد المعونات. سبعة ستة ما في حساب رقمه سبعة ستة في لائحة حسابات التصميم المحاسبي للمصارف. سبعة سبعة هون سبعة سبعة أعباء الاستثمار العامة، هون يفترض يكون سبعة سبعة إيرادات الاستثمار العام، إذا إيرادات الاستثمار الأخرى. سبعة ثمانية إيرادات، لازم يكون إذا هون ستة ثمانية أعباء خارج الاستثمار، لازم يكون السبعة ثمانية إيرادات خارج الاستثمار. سبعة تسعة ما في حساب رقمه سبعة تسعة. الفئة الثامنة، هلا الفئة الثامنة تحتوي على هذه الحسابات: تعهدات بتوقيع معطات، تعهدات بتوقيع مستلمة، عمليات بالعملات الأجنبية، موجودات مصرف معطات لقاء، موجودات المصرف المعطاة كضمان، أسهم أعضاء مجلس إدارة، ضمانات عينية، قيم بالإيداع، قيم مستلمة، قيم بإيداعات، متفرقات. هذه الحسابات لها حديث في مكانها، ما فينا نحكي عنها شيء اليوم. هذه الحسابات اللي تستعمل فيها شيء اسمه القيود النظامية، هذه اسمها كونت اور بيلون، الحسابات خارج الميزانية. نحن نحكي بمكانها شو يعني هذه الحسابات وكيف تستخدم وليش. الفئة التاسعة ما عمل التصميم المحاسبي للمصارف ما حط حسابات بالفئة التاسعة، لا تحتوي الفئة التاسعة في لائحة حسابات المصارف على أي حسابات.